وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على أبيها القرشية الهاشمية المحمدية. كانت تكنى بأم أبيها وكانت تلقب بالزهراء. واختلف العلماء في بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيتهن أكبر وأيتهن أصغر، والذي عليه كثير من أهل التحقيق أنهن على الترتيب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وفاطمة أسن من عائشة بنحو من 5 سنين، وقيلت وولدت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 35 سنة، وقيل ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 41 سنة. وفاطمة قلت لكم هي آخر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أن خطبها غيره. روى النسائي في سننه عن بريدة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي رضي الله عنه فزوجه إياها. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حدث نفسه بأن يخطب فاطمة، لكنه قال: ليس عندي من شيء، فكيف؟ قال: ثم تذكرت عائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته فخطبتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين الدرع الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ فقلت: هي عندي، هي عنده. وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عنده من شيء؟ فقال: لا شيء عندي. يعني هذه من لا شيء، ما استحقت أن تذكر فيما يمكن أن يعطى لامرأة تستحل به درع، عرفت الدرع؟ فقال: هي عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها إياه. وقد روى البيهقي قصة الخطبة بأطول من هذا عن علي رضي الله عنه، قال: لقد خطبت فاطمة بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: أعلمت أن فاطمة تخطب؟ فقلت: لا. وقلت: نعم. فقالت: أخطبها منه. فقلت: ليس عندي من شيء أخطبها عليه. قال: فما زالت ترجيني مولاته، فما زالت ترجيني حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما استطعت الكلام. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجة؟ فسكت، سكت علي، ما استطاع أن يجيب. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها 3 مرار: هل لك من كل ذلك؟ يقول: هل لك من حاجة؟ وعلي ما يستطيع أن ينطق بحاجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن تخطب فاطمة. فقال علي: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فعلت الدرع التي سلحتكها؟ فقلت: يا رسول الله، والله إنها لدرع حطمية لا تساوي إلا 400 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فقد زوجتكها، وابعث بها إليها تستحلها بها. فلما تمت الخطبة، ما الذي يتلو الخطبة؟ العرس. وعلي رجل فقير، ما يملك من شيء يصدقها به، فكيف بما يقوم بما يولم؟ لكن أعانه بعض إخوانه. روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه
أن عليا لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة. فقال سعد علي كبش، وقال رجل علي كذا وكذا ذرة. وبينما علي رضي الله عنه يهيئ ما يقيم به وليمته، وقعت له طريفة من الطرائف، وهي ما رواه الشيخان وغيرهما عنه رضي الله عنه، قال كان لي شارف، الشارف هي الناقة المسنة، قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت صواغا من بني قينقاع ليرتحل معي لنجمع شيئا من الإذخر، إذخر نوع من النبات، أبيعه الصواغين أستعين به على وليمة عرسي. قال فأنختهما عند رجل عند باب رجل من الأنصار، أنخ راحلتيه ليذهب ويجمع يأتي بالإذخر ويجعله على الراحلتين ويذهب يبيعه. قال فأنختهما عند باب رجل من الأنصار ثم ذهبت. قال وحمزة بن عبد المطلب في تلك الدار يشرب ومعه قينة تغنيه، مقصر، وهذا قبل أن تحرم الخمر، راه هذا الشيء في المدينة، راه الإسلام كان قبل أن تحرم الخمر. قال فقالت القينة هي في غنائها ذاك، فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي. الشرف جمع شارف، النواء السمان، ماذا تفعل؟ تحضه على عقر الناقتين وذبحهما. فقالت له ألا يا حمزة للشرف النوائي. قال فانبعث حمزة إليهما فجب أسلمتهما وعقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. علي غائب يأتي بالإذخر. قال علي رضي الله عنه فرجعت لما جمعت فإذا شارفي قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال فلم أملك عيني من البكاء بعدما رأيت ذلك المنظر منهما، بكى من القهر الذي حصل له. هذه ثروته من الدنيا مشت. قال ورأيت منظرا أفظعني. وما الذي أفظعه؟ الواقع أن المنظر يفضع، ولكن الذي يفضعه أكثر من المنظر هو أن الابتناء بفاطمة سيؤخر، لأن الذي كانت ستقوم عليه الوليمة ذهب. قال فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، وها هو في هذه الدار معه شرب من الأنصار. الشرب جمع شارب، يعني معه ناس يشربون، ها هو في هذه الدار مع شرب من الأنصار. قال فانطلقت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهي الذي لقيت، فقال لي ما لك؟ فقال علي ما والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على شارفي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وهو في بيت رجل من الأنصار في شرب له. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق فتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى أتى بيت الرجل الذي فيه حمزة. قال فاستأذن فأذنوا له، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا، فجعل يلوم حمزة على ما فعل، فإذا حمزة قد ثمل، فهمت ثمل؟ فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر. قال فنظر إلى ركبته
ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ما عم تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمزة قد ثمل، ما كان ما تتكلم معه. ما قالوا؟ فقال في الحديث: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة. تعرفون هذه رجعة القهقرة؟ يعني لم يوليه ظهره، رجع وينظر إليه. لماذا؟ قالوا: خشية أن حمزة هذا الذي قال ما قال قد يفعل، ينطلق الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة، قال: وخرج وخرجنا، مشاو لأن قد شغلنا. ثم كانت الوليمة، وقبيل البناء قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقال له: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ به، ثم صبه على علي وفاطمة، ثم قال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. وتزوجها وبنى بها، وكانت فاطمة بنت 18 سنة. وعلي وفاطمة هذا زوج فقير، وعلي لم يكن له ما يشتري به خادما لزوجه، فكانت تعمل فتعبت من العمل. تعرفون أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا خبزا احتاجوا دقيقا، وهناك ما كانت هذه المطاحن التي تعهدونها في أيامكم، فكانوا يأتون بالحبوب بالقمح، ماذا يفعلون؟ يطحنونها في الرحى كل يوم. بغيتي الخبز سطحن، والرحى هذه رأينا قارورة من القوارير، والرحى رحى. قال: فأثار طحن الرحى في يدي فاطمة رضي الله عنها، تعبت وكلت. فأخرج الشيخاني وغيرهما عن علي رضي الله عنه أن فاطمة تعبت مما تطحن من الرحى بيدها حتى أثر الرحى في يدها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فقال علي لفاطمة: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ووجدت عائشة فأخبرتها، ثم رجعت أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء فاطمة وبقولها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا وعلينا قطيفة، هذا لحاف غطاء، ولكن كيف هي هذه القطيفة؟ قال: إذا لبسناها طولا، لبسناها يعني تغطينا بها، إذا لبسناها طولا خرجت منها جنوبنا، تعرت هي من جنب وتعره من جنب، لأنها ضيقة، هي ليست بالعريضة، فإذا تغطي بها طولا خرجت جنوبهما، وإذا لبسناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأرجلنا. فلما دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذهبنا لنقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فقال علي: فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فذلكما خير لكما من خادم، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال علي رضي الله عنه: فما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك إذا أخذ مضجعه أن يكبر 34 ويسبح 33 ويحمد 33. ومناقب فاطمة رضي الله عنها كثيرة فخمة جزلة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط ثم قال: أتدرون ما هذه؟
فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء أهل الجنة فاطمة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين، هذيك في الأول خير نساء أهل الجنة، هذا خير نساء العالمين، خديجة مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون. وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قالت لي أمي: منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني منذ متى رأيته آخر مرة لقيته فيها أو رأيته فيها؟ فقال لها: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. قال: فتناولتني، يعني شتمت. فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. قال: فأتيته فصليت معه المغرب، فما كث يصلي حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فعرف صوتي، فقال: من هذا؟ حذيفة. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل الليلة قط، استأذن ربه أن يزورني وأن يبشرني أن فاطمة سيدة نساء الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وروى الشيخان عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. ومن مناقبها أيضا ما رواه ابن حبان عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سألت عن علي في بيته، فقيل لي: ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معه، فأجلس فاطمة عن يمينه، وعليا عن يساره، وحسنا وحسينا بين يديه، ثم قرأ: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي. فقال واثلة: فناديت من جانب البيت: وأنا يا رسول الله من أهلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت من أهلي. فقال واثلة: والله إنها لأرجى ما أرتجي. هذه الكلمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبها رضي الله عنها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، فأسر إليها حديثا فبكت. فقلت لها: لما تبكين؟ قالت: فأسر إليها بحديث آخر فضحكت، فقالت عائشة: والله ما رأيتك اليوم قط فرحا أقرب من حزن، بكات وضحكات قريب هذا الشيء. فسألتها: ماذا قال لك؟ فقالت فاطمة: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عائشة فاطمة عما أسر النبي به إليها، فقالت: أسر إلي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام القرآن مرتين، ولا أراه إلا أجلي قد حضر، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. ثم قال لي: أما يسرك أن تكوني سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لأجل ذلك. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدث بين فاطمة وأبي بكر مغاضبة لأجل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وهاجرت أبا بكر. قالت عائشة: فلم تزل مهاجرته إلى أن توفيت، وبقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت عائشة: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ترك في مما أفاء الله عليه، مما ترك في خيبر وفي فدك ومن صدقته في المدينة. فكان أبو بكر يأبى عليها ويقول: لست تاركا شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: إذا مت من يرثك؟ فقال لها: أهلي وولدي. فقالت له: فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت يرثك أبناؤك ويرثك زوجاتك، فكيف لا يرث أبناء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن النبي لا يورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، يعني لا أترككم في مضيعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعولكم فأنا أعولكم، ولكني أعول من كان رسول الله يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. قالت عائشة في الرواية التي ذكرت لكم المتفق عليها: فلم تزل فاطمة مهاجرة لأبي بكر حتى توفيت. لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد روينا أن أبا بكر ترضى فاطمة قبل وفاتها فرضيت رضي الله عنها. ويشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى ما روى البيهقي بإسناد مرسل عن الشعبي أن فاطمة لما مرضت، أي مرضها الذي ماتت فيه رضي الله عنها، جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيتها فاستأذن، فقال علي لفاطمة: هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت له: أتريد أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: والله ما تركت الدار والأهل والمال والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسول الله ومرضاتكم أهل البيت. فما زال يترداها حتى رضيت. قال البيهقي: وهذا مرسل حسن بسند صحيح. وأيما كان، أرضيت فاطمة أم غضبت؟ قال ابن كثير: فاطمة بنت من بنات آدم، يعتريها ما يعتري بنات آدم من الغضب ومن عوارض البشر. وأيما كان الأمر، تردها أتردها أم لم يتردها، أرضيت أم لم ترضى، فلا عتب على أبي بكر رضي الله عنه، فما كان ليصنع غير ما صنع، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهي لم تسمع ما قال، ما سمعه أبو بكر، ولم يكن أبو بكر ليترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضي أحدا من العالمين. وماتت فاطمة رضي الله عنها في رمضان سنة 11، يعني كم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11، هي بقيت بعده ربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان، وماتت في رمضان رضي الله عنها وأرضها. نعم.